المحاضرة الثانية يا جماعة نتكلم فيها مع حضراتكم على الكاب مانجمنت فروم هوسبيتال تو هوم، ويمكن الموضوع دوت يهمنا في الوقت الحالي عشان احنا ان شاء الله يعني لما ربنا يكرمنا ونعدي من أزمة الكوفيد نخش في أزمة بين 60 في 70 بتاعت الانتيبيوتيك ريزيستنس. والسبب فيها ان الحمد لله كلنا ساهمنا فيها، كلنا انديكيشن وبدون انديكيشن، بخوف وبدون خوف، العيان انديكيتد ونون انديكيتد. فمعلش يعني هنستحمل، بس مبدئيا عايزين نلقي الضوء على النمونيا اللي احنا كنا بنتعامل معاها على ان هي بكتيريا نمونيا. دي صورة راس العين الفرنساوي، هو دلوقتي مستشفى عزل. عايز اقول يا جماعه ان الكاب مانجمنت كوميونيتي اكوايرد نمونيا كان في جايد لاينز معموله في 2007، ومن 2007 ل 2019 حصل موديفيكيشن، والموديفيكيشن ديت كانت في الحقيقه جوهريه شويه. فهل ده معناه ان احنا كنا بنعالج الصوره مش مظبوطه شويه في 2007، وبعد كده ابتدينا نصلح من البراكتس بتاعنا، وابتدينا نشيل حاجات ونحط حاجات، ونحط ادويه ونشيل ادويه، ونحط حاجات في التشخيص ونشيل حاجات في التشخيص. هنشوف هذا الكلام مع بعض وبصوره بسيطه ومبسطه وسريعه. اول حاجه بحب انبه ليها ان مفيش حاجه اسمها انا شخصت نيمونيا وذاوت راديولوجي. يعني زي نو نيمونيا وذاوت تشيست اكس راي او وذاوت سونار او وذاوت سي تي. لان المانيفستيشنز اللي عندي بيجي لك بيها اللي هي الكوف والاكسبيريشن والديسنيا، لابد ان انت تفرق البرونكايتس من النيمونيا. الاثنين بيدوا نفس المانيفستيشن، اللي بيفرق ما بينهم هلاقي في سوليد كونسوليديشن في الاكس راي تبقى دي اسمها نيمونيا. طب لو ما لقيتش يبقى دي اسمها برونكايتس، بنسميها لور ريسبيراتوري انفكشن. فلو قلت لي العيان عنده لور ريسبيراتوري انفكشن اعرف ان حضرتك ما عملتش راديولوجيك اكزام. لكن لو عملت وكان العيان عنده سوليد كونسوليديشن بقى اسمها نيمونيا خالص. كويس، يبقى انا في عندي النيمونيا وفي عندي البرونكايتس، والاثنين بيدوا نفس الاعراض، كوف واكسبيريشن، ممكن يكون شويه ويزز، ممكن يكون شويه كريبيتيشن بتاع السكريشن، وممكن يبقى فيه بيورنس سبيوتم، لكن ما بيفرقهمش من بعض غير وجود الراديولوجي. يبقى مفيش حاجه اسمها انا رحت كشفت على ابني والدكتور قال لي عنده التهاب رئوي، طب وريني الاشاعه ما عملش. يبقى التهاب رئوي منين بقى ده ان شاء الله؟ يبقى التهاب الرئوي في بطن الشاعر. البرونكايتس زي ما حضراتكم شايفين كده بيبقى فيه نارنج للاير واي، والنارنج بتاع الاير واي بيبقى سببه الميوكوزا القديمه والانفلتريشنز باي ميني انفلامتري سيلز، والاورجانيزم اللي بيبقى عامل الانفكشن، وبالتالي ما بيبانش في الاكس راي، لان الاكس راي مش بتصور الاير واي من جوه، الاكس راي بتصور الاير واي من بره شكله حلو وخلاص. تقول لي يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك برضه من ضمن النصب ان العيان يروح يعمل اكس راي ويروح يكشف عند الدكتور يقول له انت عندك حساسيه باينه في الاشاعه. يا سلام. هي الاشاعه بينت ان في حساسيه. طبعا ده كلام يعني عارف اللي هو كده يبقى قاعد في امان الله، فيلاقي واحد كده يعني حرق دمه او ده نفس الكلام. يعني ايه معنى صح اللي انا عايز اقوله؟ يعني عايز اقول هل ينفع ان انت لما تشوف الم من بعيد كل الالم ده بيكتب والانبوبه مليانه؟ مش عرفت. امال عشان تعرف ان الالم بيكتب لازم اشوف الوظيفه مش اشوف الشكل. الوظيفه يعني لازم يعمل برنوي فانكشن وينفخ وياخد برونكو دايليتور ويعيد الاختبار بعديه ويشوف حصل ريفرسبيلتي ولا لا، والاير واي فتحت ولا ما فتحتش. يبقى لازم اخد القلم وامسكه واشخبط بيه عشان اقول لك ده بيكتب. يبقى مفيش حاجه اسمها انا العيان عنده حساسيه من الاشاعه، لكن في حاجه اسمها العيان عنده التهاب رئوي من الاشاعه. كويس قوي. الالتهاب الرئوي دوت يا جماعه يا اما يكون برونكو نيمونيا يا لوبر نيمونيا. اللوبر نيمونيا غالبا بيبقى واخد لوب كامل، والبرونكو نيمونيا بتبقى واخده اللوب والبرونكاي، ممكن تبقى باتش، ممكن تبقى يونيلاترال، ممكن تبقى باي لاترال. وزي ما انتم عارفين حضراتكم معلومات البكالوريوس بقى ان النمونيا ممكن تتقسم اناتوميكال وباثولوجيكال وراديولوجيكال ومورفولوجيكال وايتيولوجيكال. يعني ممكن تبقى فايرال، ممكن تبقى بكتيريال، ممكن تبقى مايكرو بكتيريال، ممكن تبقى فانجل. كويس. وممكن تبقى لوبر، ممكن تبقى برونك. كويس. وممكن تبقى
يعني انترستيشال، وممكن تبقى سيجمنتال وممكن تبقى سب سيجمنتال كويس، وممكن تبقى ستريبت كوكل وممكن تبقى نيمو كوكل وممكن تبقى سفيرو كوكل، يعني اكوردنج للتكنولوجي، اكوردنج للباثولوجي، اكوردنج تو راديولوجي، اكوردنج تو انفكتد بيشنت ممكن اقسمها. ممكن اقول كمان هي كوميونيتي اكوايرد ولا هوسبيتال اكوايرد، حصلت فين؟ في الشارع ولا في البيت في المستشفى؟ ولو في المستشفى جوه الرعايه ولا بره الرعايه؟ ولو قبل 48 ساعه غير بعد 48 ساعه من دخول المستشفى؟ لان لو حصلت في المستشفى في خلال 48 ساعه من دخول المريض تعامل معامله الكوميونيتي اكوايرد نمونيا بيكوز ذا بيشنت ستيل بريزيرفنج هيز كوميونيتي فلورا. كويس. النمونيا مرض خطير، مرض خطير، لكن زي ما بنقول لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. دلوقتي كلنا مركزين في الكورونا، لكن النمونيا بتحط، بنقول ان هي ايه، بتبقى بتحصل في شهور الشتاء اكتر، وبتحصل في الرجاله اكتر والافريكان امريكان اكتر، ومور كومن ان تشيلدرن اند اولدر ادلت بريت عالي، وبالذات لو كان السن كبير او السن صغير خالص. وبالتالي هي السكس ليدنج كوز اوف ديث في امريكا، وده رقم كبير قوي، 10% من البيشنت اللي عندهم نمونيا، من كل 100 عيان يجي له نمونيا 10% بيموتوا، 10 عيانين بيموتوا يعني. وبالتالي هي كمان السكند ليد كوز اوف هوسبيتاليزيشن، يعني معظم العيانين بيخشوا المستشفى بسبب نمونيا. طيب العيان يجي له التهاب رئوي ويقول لك مات من هبوط حاده الدوره الدمويه، ينفع الكلام دوت؟ ما ينفعش. امال لو مات بيموت من ايه؟ بيموت من تسمم في الدم. تسمم في الدم، خد بالكم يا جماعه، لما بيخش الاورجانيزم سواء جاي من البرونكاي سواء جاي من الدرقيه بيخش يروح للبلاط، البكتيريا بتخش وبعد كده يحصل لها مالتيبليكيشن، تطلع انترنت في سايتوكاينز، تعمل ليكنج اوف ذا بلاط فيزنس، تبتدي البلاط فيزنس تخرخر، ويبتدي الخرخره ديت تاثر على الفيتال اورجانز، الهارت يبقى شغال كويس، والكورونا يبقى فيها نوع من الاسكيميا، الكيدني تقطع يورين فيجي له رينال شوت داون، والليفر انزايمز تعلى، واللنج يبقى فيها بيرزيستنت هايبوكسيميا، ويبقى في عندي حاجه اسمها مالتيبل اورجان ديس فانكشن، وبعد كده مالتيبل اورجان فيلير، وبعد كده العيان يخش مني في ايه؟ في ديس. يبقى السبب مش اسمه هبوط حاد في الدوره الدمويه، السبب اسمه التهاب رئوي حاد ادى الى تسمم بالدم ادى الى الوفاه. خلاص كده؟ كويس. طيب انت بتقول لي العيان اللي هو الانسان العادي هيجيله نيمونيا، هيجيله عن طريق النفس او عن طريق البلع او عن طريق الدم، يا باثوجينس يا اسبريشن يا انهاليشن. وهنا زي ما اتفقنا النمونيا ممكن اقسمها اكوردنج تو ذا اكس راي او اكوردنج تو ذا بوسيبل باثوجين، يا لوبر يا باتش يا انترستيشن يا كافيتري، يا جاي معاها افيوجن. غالبا اللي بتبقى لوبر بتبقى الاستاف الستريبت نيموني، والباتش بتبقى الاي تيبيكال، وهقول لك يعني ايه تيبيكال. والانترستيشن غالبا بتبقى فايرال حديث الساعه اللي اتشهر بتاع الجراوند بلس ابيرنس والايه كريزي بيبي. والكافيتري غالبا بيبقى في الغالب توبركلوزس، ما يبقاش ده بكتيريال او الانروبس او الكليبسيلا اللي هي بتعمل لك فوليومينس لانج، مش قضيتي دلوقتي. واللارج انفيوجن بيبقى في الغالب مع الاستاف والانروبس والكليبسيلا. يعني ايه؟ انا عايز بديك كده شويه معلومات بننشط الذاكره، لان دلوقتي الذاكره ما فيهاش غير النمونيا. طيب الجايد لاينز الجديده بدات تطرح شويه حاجات كانت محطوطه من 2007، من ضمنهم حاجه اسمها اتش كاب، هيلث كير اسوشيتد نمونيا. كانوا بيقولوا على الهيلث كير اسوشيتد نمونيا دي كلام وحش. ايه بقى الكلام الوحش اللي كانوا بيقولوه؟ بيقولوا الهيلث كير اسوشيتد نمونيا دي وان اوف ذا فورمز اوف هوسبيتال اكوايرد نمونيا. وبنقول هذا الكلام لان العيان بيبقى قلب بيت مستشفى وبياخد بيغسل كلى، مركب بورده كاس، بياخد كيموثيرابي، بياخد انتيبيوتكس في البيت، في تمريض قاعد معاه، عيان سي بي اس وعنده مرتبه هوائيه وقلب البيت مستشفى، فدول كلهم اسمهم ايه؟ اللي قلبوا بيتهم مستشفى. كانوا بيسموهم من 2007 ل 2019 اتش كاب، هيلث كير اسوشيتد نمونيا. ليه ادوهم هذا اللقب؟ قال لك اصل الانسنس بتاع الموربيديتي والمورتاليتي عاليه، والانسنس اوف مالتيبل دراج ريزيستنس عالي. كويس. ويعاملوا معامله الهوستل اكوارد انفكشن. جم في 2019 قالوا يا جماعه احنا اسفين. وبعدين لما سكتنا قالوا حقكم علينا. ليه يا سيدي؟ قال لك والله هي ما بتزودش ولا الموربيديتي ولا المورتاليتي ولا بتحتاج كومباينيشن ثيرابي واحنا بنتبرأ منها. دول مين؟ دول بتوع الهاب اللي هم بتوع الناس اللي حطوا جايد لاينز في 2016. وراح طلع الكام؟ ف
في 2019 قالت لك واحنا كمان دي مش تبعنا، فبقت عامله زي مين؟ زي البقيط، مش عارفين لها موقع من الاعراب حتى هذه اللحظه. طب انت بتقول لي هذا الكلام ليه؟ عايز اقول لك العيان اللي هيجي له نمونيا في البيت اسمها كوميونيتي اكواير، قول لي هتجي له في المستشفى بعد 48 ساعه هسميها هوسبيتال اكواير. وقفايه عليها لحد كده دلوقتي. ماشي الكلام؟ طيب زي ما اتفقنا العيانه هتشخص بالدنس راديولوجيك ابنورماليتي في الايه؟ في الاكس راي. كويس قوي. والدايجنوزز ده هيبقى معاه كلينيكال فيتشرز ومعاه ايمجنج. يعني ما تكفيش بس ان العيان سخن وبيترعش وبيكح وبيتبلغم وبينهج والساتوريشن بتاعه واقع اقول دي نيمونيا، لا لازم يكون في معايا راديولوجي يسبورت هذا الدايجنوزز. كويس قوي. يبقى لازم يكون في عندي ايه بقى؟ عندي ديسنا وكف وفيفر وتشيلز، عيان سخن وبيترعش. وحته بيترعش دي فيها كده يعني برضه، هو العيان لما بيكون سقعان او الانسان لما بيكون سقعان بيعمل ايه عشان يدفى؟ بيترعش. طب والسخن بيترعش ليه؟ نعم. صح. ايه اللي خلاها عاليه؟ انا اقولها لك، هو كلام حضرتك مظبوط بس انا هوضحها شويه. لما بيكون في انفكشن في بيطلع ريليس اوف بايولوجينز، البايولوجينز بتروح للهيت ريجوليتوري سنتر تظبطه على كام؟ على 39 و40، الجسم يبص لنفسه يلاقيه 37 ونص فيقرا ايه؟ ان هو سعان فيبتدي يترعش عشان يوصل لكام؟ لل 39 او ال 40، عامل زي السيرموستات بتاع الثلاجه لما تنام ما بتقلبش شويه وعشان تقوم الموتور بتاع الثلاجه واشتغل بتروح رافع درجه التبريد. ماشي كده؟ كويس قوي. لو لقيت العيان عنده سور ثروت وعنده راينوريا يبقى هنا في الغالب دي فيتشرز اجينست الكاب، تفكر اكتر في فايرال او حاجه ما تكونش بكتيريا. وفي الاكزامينيشن هتلاقي التاكيبنيا والتاكيكارديا والهايبوكسيميا والفيفر والضلنس والكريبيتيشنز بتاعه النمونيا، ولما تعمل لابس هتلاقي الوايت ديسيز عاليه والبروكالسيتونين هتلاقيه عاليه. اذا الدايجنوزس ميد اون او بيست اون الكلينيكال والراديولوجي واللاب. تمام كويس قوي. شخصنا. طيب ايه الاورجانيزمات اللي هي مشهوره ان هي بتعمل لي النمونيا؟ على راسهم الستريبت نيمونين بتمثل اب تو من 45 ل 50%، وزي ما انتم حضراتكم شايفين كده اهو الاستريبت نيمونيه بص ممثلها قد ايه؟ رقم كبير جدا. طب والمفرس انفلونزا؟ اقل شويه. والكلاميديا؟ اقل شويه. طب والليجونيلا؟ اقل كمان. والاستاف؟ اقل كمان. والمايكرو بلازما؟ اقل كمان. والجرام نيجاتيف اقل والفيروسز اقل. كويس، لكن انا عايزك تبقى فاكر لي الكلاميديا والمايكرو بلازما والليجينيلا واحد اثنين ثلاثة، وتعرف ان الثلاثة دول اسمهم اتيبيكال. اتيبيكال يعني التمثيل بتاعهم مش طبيعي، هم بكتيريا بس بيستعبطوا، بيعملوا نيمونيا مش عادية. ليه مش عادية؟ تقولي لانه بيعملوا نيمونيا مالهاش علاقة قوي بأعراض الجهاز التنفسي قد ما ليها علاقة بإن الجسم يبقى مكسر ومدغدغ وحتى العلمة بتبقاش سخن. يعني جاية مكارة؟ جاية مكارة. أدي سبب إن احنا سميناها إيه؟ لا. في سبب تاني ان هي مش بتريسبوند للبيتا لاكتان. على راسها ريشه بتريسبوند لجاست الماكرولايد او الكيلول. وحط تحتيهم خط بقى. لو ما عملتش كالشر وسنستيفيتي لو سمحت لو اديت انتي بايوتيك يبقى لازم تبقى بتدي ماكرولايد او الكيلول. ليه؟ تقول لي لان دول ممكن يكونوا موجودين والانسنس بتاعهم مش قليل. فادي حاجه تغطي كله احسن ما تدي حاجه تغطي الاستريبت وما تجيبش الايه؟ تيبيكال معاك. كويس. يبقى ليه تيبيكال عرفنا اسمها ليه؟ وهقول لك دلوقتي تاني. طيب لو احنا قلنا بقى الاورجانيزم اللي بيبقى ان بيشنت واوت بيشنت، تقول لي هو ممكن يبقى ان بيشنت وكاب؟ قلت لك قبل 48 ساعه. صح؟ كويس. لو جوه الرعايه يبقى الاستريبت نموني، ولو بره الرعايه يبقى الاستريبت نموني، ولو بره الـ 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 المستشفى يبقى ستريبت نمونيم. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان اشهر اورجانيزم بيعمل كوميونيتي اكواير نمونيا هو الستريبت نمونيم، بس ده لا يمنع ان الكلاميديا والليجونيلا والمايكوبلازما موجودين والفيرال والاذر بكتيريا موجودين، لكن دول على وجه الخصوص هم اشهر اورجانيزم تعمل لي هذا الكلام، الستريبت والمايكوبلازما نمونيا والكلاميديا والليجونيلا. بس مهم بقى الكلام دوت، هي ايه تيبيكال ليه؟ لان جايه فيفر ومريض وهيدك، يعني مش هي بتسني وكف واكسكوتريشن ودي ساتوريشن والتاكيبيا بتاعت النمونيا. يبقى ايه تيبيكال؟ جايه بانترستيشن
والانتر سيشن ده من خصائص الفاير. ايه اللي خلاك تيجي الانتر سيشن باتر؟ ايه تيبيكال؟ وفي الغالب بتيجي مايلد، يعني مش بسيمتومز عاليه. ايه تيبيكال بكتيريا؟ اللي هم المايكوبلازما والكلاميديا والليجونيلا. يبقى سميناها ايه تيبيكال؟ بسبب حاجتين، مش بتريسبوند للبيتراكتان، وفي نفس الوقت جايه في نورمال بريزنتيشن وبتريسبوند جاست للماكرولايت او الكيميكال. فلو هتدي لو سمحت تضبط هذا الكلام، يبقى ده الايتيبيكال جرادوال انسيديوس اونست لو جريد فيفر، مش جايه بالفيفر العاليه بتاعت الرعشه والسخونيه ومطوني ودي البرتلجان وبتاع. المورتاليتي فيها بتبقى قليله، ودول الاورجانيزمز اللي هم مسؤولين عنها، على عكس الستريبت نيمونيه اللي هي بتدي الفول بروفيكشر اللي بيبقى فعلا عندي كح وممكن يجيب دم كمان مع الكحه وبيبقى بينهج ويصفر وبيترعش، والقصه اياها اللي حضراتكم عارفينها. يبقى ايه ايتيبيكال؟ ايتيبيكال كويس. وايه تيبيكال؟ عشان هي بتشتغل بطريقه مختلفه، بتعمل انترسيشن باترن والريسبونس بتاعها مش مظبوط. جميل. والاتش كاب تم الاستغناء عنها دلوقتي، تم الاستغناء عنها، لا هي انتمت الى الهاب ولا هي ذهبت الى الكاب، فبقت عامله زي اللقيط. كويس قوي. يبقى باي باي اتش كاب، ما بقتش معانا في القصه. هنعمل بقى اكزامينيشن وعايزين ايفالويت العيان اللي جالي نيمونيا. لا انت عايز ايه من العيان ده؟ انت شخصته خلاص، شخصته بايه؟ عيان قاعد في البيت بره المستشفى او داخل المستشفى قبل 48 ساعه، والاكس ري بتاعت كانت حلوه وبعدين بقى فيها مشكله، يبقى العيان ده عنده كاب. حلو قوي. الكاب ده لو كان في البيت هيتعالج في البيت ولا يروح المستشفى؟ واحد. النيمونيا بتاعته سيفير ولا نون سيفير؟ اثنين. العيان ده معاه كوموربيديتي ولا معهوش؟ ثلاثه. لان دول اللي هيساعدوك في اتخاذ القرار. العيان ده شايل الطحال ولا مش شايله؟ العيان ده عنده كومور بالديزيز دايابيتك الكحوليك، عنده ليفر، كل الكلام ده هيفرق معاه. يبقى هنا بيقول لك الايفالويشن، طبعا هنعمل بلاد كلشر وجرامستين، وهنعمل تيست في النيموكوكال والليجونيلا والبروكالسوتونين هنقيسه، والنيزوفارنجيال سواب والريسبيراتوري فايرال بانل عشان نتاكد ان هو مش كورونا، والقصه اللي حضراتكم عارفينها. ايفالويشن انفستيجيشن عادي، السي بي سي والبروكالسوتونين والبلاد كلشر وهكذا. طيب يبقى انا عايز اعرف النيمونيا دي سيفير ولا نون سيفير؟ والنيمونيا دي معاها ريسك فاكتور انها تكون نيمونيا في اورجانيزم محترم؟ تقول لي هو في اورجانيزم محترم واورجانيزم لا؟ اقول لك في اورجانيزمين محترمين ليهم سبيشال بريكوشن، الميرسك والسودوموس. الاثنين دول ليهم سبيشال ابروتش. تقول لي ليه؟ اقول لك لان الميرسا لا تستجيب الا للفانكومايسين او للزوليد، يبقى لازم اعرف هي ميرسا ولا مش ميرسا. والسودوموناس ليها سبيشال بريكوشن انها مش بتتعالج بمونوثيرابي، وبتتعالج بانتي سودومون. ولو هتدي انتي سودومون ات شود بي اوف تو ديفرنت جروبس، وان اوف ذيم بيتالاكتان. وان اوف ذيم بيتالاكتان، مش لازم الماكسيمم. بيتالاكتان ممكن تكون يا سيف يا 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 سي يا سيكوتاكس سيبتازيديم سيرف جنريشن او فورس جنريشن زي السيبيبيم، او كاربيبينم اميبينم او ميروبينم اللي هو التاينام والميرونام، او بيبراسيلين تازوباكتام اللي هو التازوسين. دول كلهم اسمهم بيتا لاكتان، يبقى لازم تختار منهم واحد، وتختار واحد ثاني من الامينو جلايكوزايد او الكينيلون. وما ينفعش تاخد امينو جلايكوزايد وكينيلون وتقول لي كومباينيشن، غلط. انا بقول لك لو شخصت ان العيان ده عنده سودوموناس ات شود بي تريتد باي تو انتي سودومونا دراج اوف تو ديفرنت جروب، وان اوف ذيم بيتا لاكتان. خلاص. يبقى عشان كده لازم اقول النيمونيا سيفير ولا نون سيفير، النيمونيا بكتيريا العاديه ولا بريشا سودوموناس ولا ميرسا، عشان ده هيفرق معايا في الكلام. النيمونيا سيفير لو لقيت حاجه من الاثنين، العيان شفت محتاج محاليل او في فيلير محتاج فنتليت. سهله؟ سهله. او بصيت على حاجه اسمها، بلاش تبص على دي، اسمها كيرب 65. الكونفيوجن والبلاد يورينا نايتروجين والريسبيراتوري ريت والسن فوق 65. طيب الريسك فاكتور، هنقول الكلام ده دلوقتي على طول اهو، لو في عندي ميرسا او سودومونس هتعرف ازاي؟ عملت له كالشر وطلعوا موجودين، او كان موجود في مستشفى في خلال 90 يوم اللي فات، او لو كان بياخد انتي بايوتكس في خلال 90 يوم اللي فات. هتعمل كلينيكال جادجمنت وكلينيكال بريدكشن رول هنتكلم عليها، ونقول بعد كده هو محتاج مستشفى ولا لا.
يبقى احنا هنا هنقول بقى تتعالج في البيت ولا تتعالج في المستشفى؟ كويس. يبقى في عندي كيرف 65 او حاجه اسمها نيمونيا سيفيريت اندكس اللي بيستخدموها في الريسيرش اكتر، فانا مش هداعي حضرتك بيها، خليني في مين؟ في الكيرف 65. الكيرف بيتكلم فيه على الكونفيوجن والبلاد يوريا نيتروجين والريسبيرتوريت والبلاد بريشر والسن. لو فوق 65 البلاد بريشر، لو اقل من 90، لو السيستول اقل من 90 والداستول اقل من 60 والريسبيرتوريت اكتر من 30 والبلاد يوريا نيتروجين اكتر من 20 وفي كونفيوجن. لو ما لقيتش حاجه خالص من دول او لو لقيت واحده يتعالج في البيت. لو لقيت اثنين يبقى يتعالج في المستشفى وممكن يبقى سوبرفايزد في البيت. لو لقيت ثلاثه يبقى على طول يخش اوضه عاديه في المستشفى. لو لقيت اكثر من اربعه يتعالج في الاي سي يو. سهله؟ يبقى انا كده قلت لك السايت اوف كير اللي عندها هياخد علاجه فين؟ في البيت ولا في المستشفى؟ بيزد اون كير ب 65 كرايتيريا. كويس. نيجي بقى للمشكله. خلاص احنا اتفقنا، خلاص انا شخصت. هتدي ايه بقى؟ انا عندي بنود كتير يا جماعه، وكل الانتي بايوتكس كاتب لك عليها ايه؟ مضاد حيوي طويل المفعول واسع المدى يطول عمره ويزهزع عصره وبسرعه على مين عادي؟ صح؟ طب هختار مين؟ اختار اموكسيسيلين كلافولينيك اسيد ولا اختار موكسيكوكسيسين ولا اختار كلاريسكومايسين ولا اختار ازيسكومايسين ولا رايح دماغي اقول للمعمل هو يختار لي كالتشر اوف سنسيتيفيتي؟ هو كده يقول لك ايه الدكتور ساعات يجي له الحاله يقول لك هنعمل ايه يا دكتور؟ يقول له هنجيب لها دكتور. نجيب لها دكتور. صح احيانا كده يعني الجاري نص في الجدعان. كويس قوي. فهنا بقول لك فايندنج ذا رايت تريتمنت فور ذا رايت بيشنت. يبقى هنا ده مهم جدا. وان سايز داز نوت فيت اول. اللي يناسبك ما يناسبش غيرك. ممكن اللي انت هتستريح عليه ما يستريحش عليه غيرك. وزي ما انتم شايفين كده القاعده بتاعت البيرسوناليزد تريتمنت كل الناس بيتكلموا عليها دلوقتي. اللي يناسبك ما يناسبش غيرك، او بمعنى اصح مين بيتعمل له ايه؟ ده المنظر بتاع وان سايز داز نوت فيت اول. يبقى دول الجنود هنستخدم مين؟ كلهم معاهم اسلحه وكلهم يقدروا يحاربوا في المعركه. هنقي مين على اساس ايه؟ هذا هو السؤال. هتقول لي والله انت لازم تعرف في العلاج العيان ده شايل الاسبرين ولا لا؟ ايه اسبرينيا او عامل اسبرينيف؟ العيانين دول لما يجوا لك ويقول لك انا شايل الطحال او الطحال عندي متشال او مختفي، يعني ايه اسبرينيا؟ العيان ده عنده ستريبتوكوكا نيموني انتيبروك اذروايز. حلوه دي؟ كويس. يبقى على طول ده ستريب، يعني ده شخص. نعم. بغض النظر عن اي حاجه. خلاص؟ لا غض البصر ده في الموضوع. طيب والالكوليزم والمالجنسي والدايابيتس والكرونيك كدني ديزيز والكرونيك ليفر ديزيز والكرونيك هارت ديزيز والكرونيك لانج ديزيز. كويس قوي. انا هركز بقى في السلايد ده لان السلايد دوت هو يعتبر فيه الخلاصه وعايز حضرتك تطلع بيه، وانا طلعت فيه قبل كده قبل ما تتلخبط. خد بالك بقى، هو انت عندك الكوميونتي بتاعتك كوميونتي اكوايرد نيمونيا، هتسال نفسك سؤال، هو العيان عنده كوموربيلتيز ولا ما عندوش؟ ما عندوش كوموربيلتيز بره عشان مش بيعملوا ادوس للانتي بايوتكس، بيدي دوكسي سايكل وبيجيب نتيجه كويسه، وبعدين يقول لك الماكرولايت كود بي ان الترناتيف تشويس. كويس. يبقى لو ما عندوش ادي ماكرولايت او دوكسي سايكل. طب لو عنده اوت بيشنت وكوموربيلتي، الكوموربيلتي اللي احنا قلنا عليها كرونيك لانج وكرونيك ليفر وكرونيك كدني ودايابيتك وسبرينيكومي، هيعمل ايه؟ تقول لي والله هديله كومباينيشن ما بين الاموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد او هديله كيفالوسبورين ومعاه ماكرولايت او دوكسيسايكلين، او هديله مونو ثيرابي ريستوراتوري كلوروكينيون ليفو او موكسي. كويس. يعني لو معهوش كوموربيلتي ممكن ادي ماكرولايت، ولو معاه كوموربيلتي ممكن ادي كلوروكينيون. ركز كده، خليك في الخباثه السادة. طب لو العيان جوه ونان سيفير، نان سيفير هو عارفه من الكيرف 65 زي ما اتفقنا، هتدي بيتا لاكتان ومعاها ريسبيراتوري فلوروكينيلون، هتدي بيتا لاكتان ومعاها ماكرولايت او ريسبيراتوري فلوروكينيلون. حفظتها لك انا امبارح. بيتا لاكتان ويز ماكرولايت او بيتا لاكتان ويز كينيلون، لان هو ايه؟ نان سيفير. طب ولو سيفير يبقى بيتا لاكتان بلس ماكرولايت او بيتا لاكتان بلس ريسبيراتوري فلوروكينيلون. هنا يا دي يا دي. بيتا لاكتان مع ماكرولايت او مونو ثيرابي فلوروكينيلون لانها نون سيفير. طب لو سيفير حط الاثنين مع بعض، بيتا لاكتان عامل مشترك زائد ماكرولايت فلوروكينيلون. كويس.
هنا بقى نيجي منين السفير ده نط سفير بس في المستشفى او سفير بس في المستشفى لازم تضرب تعظيم سلام للتو اورجانيزم اللي احنا اتفقنا عليه اللي هم الميرسا والسودوميت. لو الميرسا سسبكتد هتحط مين؟ فانكومايسين او لينزولين. طب ولو السودوموناس سسبكتد يبقى لازم تحط الفيبراسيل للتازوباكتام اللي هو قلنا عليه بيتا لاكتام انتي سودومونال ومعاه نون بيتا لاكتام انتي سودومونال اللي احنا اتفقنا عليها هيبقى فورس جنريشن فالوسفوريك او كارتيبينم او ايميبينم جروب. اد ميرسا كفرج اد سودومونال كفرج اتس افيشنت ذا سيجنفكت ريسك ريسك فاكتور. يعني ايه؟ يعني كان موجود في المستشفى في اخر 90 يوم او كان بياخد اخر 90 يوم انتي بايوتيك او اذا كان في الكالتشر طالع ميرسا وسودومونس. سهله. تقول لي كده يا دكتور انت لخبطتني. اقول لك ولا لخبطتك ولا حاجه. العيان عنده كوموربيديتي او ما عندوش، العيان سيفير ولا مش سيفير جوه المستشفى. لو العيان ما عندوش كوموربيديتي ماكرو لايف، لو عنده كوموربيديتي كوريلو. لو جوه المستشفى نون سيفير هتدي البيتا لاكتام معاه ماكرو لايف او كيرولو كوريلول الو. طب لو سيفير وجوه الرعايه هياخد ايه؟ بيتا لاكتام بلس ماكرو لايف او بيتا لاكتام بلس كيرولو. وانت بقى جوه المستشفى خد بالك بقى في تو اورجانيزم وحشين قوي. الميرسا سهل ولا ايه؟ هنا بقى طبعا عشان بره مقننين انت ممكن تلفوا على رجليك كعب داير في امريكا وفي اوروبا عشان تطلع شريط انتي بايوتيك مش هنا ما يردوش يدوك. عشان كده يقول لك ايه؟ ذا ديوريشن اوف تريتمنت شود بي جنرالي 5 دايز. طبعا يعني لا مؤاخذه يعني عارف المونيا في 5 ايام هم بيقولوا كده بس قال لك ايه؟ اور انتل clinical resolution which is whichever longer يعني لو طول معاك طول معاك في العلاج ماشي. ولو كان العيان شاكك فيه ميرسا او سودومونس يبقى لازم تطول العلاج up to 7 days. طبعا الكلام ده بالنسبه لنا احنا عليه كوتشر مارك كتير. الديوريشن لازم تكون اطول من كده عشان كده بنقول ان ممكن الديوريشن تبقى 7 ايام و10 ايام واسبوعين. فلو سمحت اللي هيبقى ليك clinical guide هو resolution بتاع الكلينيكال مانيفستيشن والاكس راي او السي تي بتتاخر بالاسبوعين والثلاثه فلا يعتمد علينا كثيرا في ان انا احكم على العيان بتاعي يتصلح ولا لا. وانت بتعالج العيان ما تنساش ان انت تكسكلود الانفلونزا وتكسكلود الكورونا. هو مش شرط ان هو يكون بكتيريا الون يعني احنا ما يبقاش مخنا متبرمج على ان انا بعالج بكتيريا النمونيا وبس. الكاب تريتمنت سسبكت اكستريشن لو كان في عندك بقى العيان ده اولد ايج وبيشرق وهو نايم هل احط انتي انيروبس ولا لا؟ قال لك الانيروب از نوت روتينلي ريكومندد. يبقى ده كان في 2007 كانوا بيدوه اللي هو الميتونيدا زول وي الكليندامايس. دلوقتي قال لك لا لازم يكون في عندك شون ايفيدنس ويكون في مكان اسبريشن كومن بتاع الرايت لور لوب او البوستيريو سيجمنت بتاع الاوفر لوب عشان تسسبكت ان العيان ده بيأسبريت. ولو كان في عندك السسبشن ده عالي ممكن تدي الانتي انيروبس مع الانتي بايوتيك. واحسن اقوى انتي بايوتيك بيشتغل على الانيروبس هو مين؟ الاكسجين. مش هي اسمها انيروبس. يبقى انت لو حطيت اكسجين مش هتتكسر، لو حطيت الاكسجين مش هتتكسر. نعم. لا اكسجين. انا قربت خالص، احط ستيرويدز مع الكوميونيتي اكوارد نمونيا احطه في الاس اس. الاس اس لو كان العيان دخل في سيبتك شوك. كونسيدر يوزنج in patient with cap and refractory septic shock. يبقى لو دخل في septic shock يعني الضغط بتاعه وقع وحطيت له بوست في انتروبس وحطيت في ليول ومش راضي يتصلح يبقى في الحاله ديت اتس بيتر ان انت تحط معاك استر. الموكسيفلوكس بقى او الموكسيفلوكسين يعني اتكلم عليه كده سريعا. هو يا جماعه احنا انا واحد من الناس انا بعشق تو انتي بيوتكس في الطب الماكرو لايف والكيميكال. بالنسبه لي انا كراجل بتاع امراض صدريه يعني. واحنا هندي الفرصه دلوقتي لشركه الاسراء هيكلمونا على الموكسيفلوكساسين بتاعهم واسمه اللي موجود في السوق. لكن سريعا انا عايز اقول ان الموكسيفلوكس ده بيشتغل عن طريق ان هو بينهبت الايه؟ تايب 2 توبو ايزوموريز وتايب 4 توبو ايزوموريز وبالتالي هو بيعمل دايركت انهبيشن للبروتين سينثيسيس. وليه جود كلينيكال اوت كام على كل المستويات. تقول لي طب ما هو حلو قوي كده وجميل ليه احنا ما بندوش ونريح دماغنا؟ اقول لك ان احيانا ممكن يبقى كونتر انديكيتد في الاولد ايج. بيعمل دامج اوف كارتليج فما بيتاخدش اقل من 18 سنه. ما بيتاخدش في الستات الحوامل. فيبقى غصب عنك في الحاله دي لازم تروح لمين؟ للماكرولايتس.
يبقى احنا بنقول كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. هنا بيوريك الورا الاوكسيتوكسين مونو ثيرابي افكتيف وبيتر توليريتد لو قارناه بالمونو او بالكومبينيشن ثيرابي، هو بيتكلم يعني على الفيتالاتاب ومعاها الماكرو دايت. يبقى الاوكسيتوكسين افكتيف وسيف تريتمنت اوف كوميونيتي اكوايرد نمونيا، ده كلام مظبوط. الافكاسي والسيف بتاع الاوكسيتوكسين 400 مللي جرام وانس ديلي، ده كلام كويس. ممكن يتاخد اورال، ممكن يتاخد انترافينوس، والاثنين جايبين نفس النتيجه. وهنا يعني بيوريك ان كذا بيبر بتتكلم على الافكاسي بتاع الكينيلونز على وجه الخصوص الموكسيكلوكساسين، لان الريزيستنس بتاعته بقى اقل من الليف، لان الليف موجود وبقاله زمان، الموكسي يمكن اقل شويه. لكن هي دي المحاذير بقى، ان اليوز اوف موكسيكلوكساسين ديورنج بريجنسي از كونترا انديكيتد. ما ينفعش اللي بيعمل دامج اوف كارت مش ممكن ياثر على الجنين، واليوز اوف موكسيكلوكساسين ديورنج بريست فيدنج برضه كونترا انديكيتد. وزي ما اتفقنا في الاولد ايج برضه ما بنحبش ندي. طب اديت الانتي بوتيك والعام بتاعك ما تصلحش، يبقى لازم تسينك اوت سايد ذا بوكس. ممكن تكون انت مشخص غلط، رونج اورجانيزم، يكون العام عنده تيبرفورس انت بتدي انتي بكتيريا. ممكن يكون العام كومبليكيتد، يعني بقى عنده بارا نيومين ديفيوجن، بقى عنده انفاين، بقى عنده كابيتري لونج اكسس ومحتاج سيرجيكال انترفينشن او محتاج انتر كوستال فيو. ممكن ما تكونش دي نيمونيا من اصله، رونج دايجنوزيس، عنده اي ار دي اس بالمونري ديما، وانت عمال تقول ده سوليد كونسوليديشن. It is, but it is non-infectious consolidation. قول لي يعني consolidation ممكن يكون infective وممكن يكون non-infective، اقول لك خلاص. العيان اللي عنده بالمونري امبوليزم، هو ده consolidation. بس ده بتاع infarction، ملوش دعوه خالص بالانتي بوتيك، علاجه هيبقى انتي بوتيك. ولا ازال اتذكر وانا في صدر الجيزه رحت لقيت عيان بقاله شهر بياخد في انتي بوتيكس الدنيا وعنده كابيتري لانج ابسس ومش راضي يخف. كويس، عيان يونج ايج وما عندوش اي حاجه خالص، وبيفح دمه والدنيا وما عندوش اي توكسينيك مانيفستيشن. اول ما بصيت على عيان قلت له بيقول له انتي كوأجيوم، تاني يوم تالت يوم رابع يوم توتال ريزوليوشن. ده ايه ده؟ ده اسمه سي بي اي كافيتيتنج بالمونري انفاركشن. وانس خد الانتي كوأجيوم مع الانتي كوأجيوم الدنيا حصل لها توتال ريزوليوشن. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان مش كل اوبتيك ادويه مش يعني ايه؟ يعني مش كل ما تعمل كونسوليديشن في الاكس راي تقول لي دي نيمونيا انفكتيف. It may be non-infectious consolidation. Non-infectious consolidation. الست اللي بتاخد ريد سيرم عشان عامله بريست كانسر هيجي لها نيمونيا، بس دي اسمها راديشن نيمونيا. مش محتاجه انت محتاج كورتيكوسترول. العيال اللي عنده باي لاترال كريبيتيشنز وعنده هارت فيلر هيجي له نيمونيا، بس اسمها ايه؟ بالمونري دي كونسوليديشن. نون انفكشس كونسوليديشن، والامبوليزم والانفاركشن والماليجنسي كلهم ممكن يدوا لك هذا الكلام. يبقى البلورال ديفوجن والكونجستيف هارت فيليا والكيميكال اسبيريشن والفيفر والبلاد ترانزيت، كل دوت ممكن يعمل لك نون انفكشس كونسوليديشن. عايز حضرتك تبقى فاكره كويس قوي ان انا في عندي واتس كولد فاينل نون انفكشس كونسوليديشن. بعد كده بنقول لو في كابيتيشن فكر في التيوبركلوس والفانجاي، لو كان اميونو سبريس فكر في التي بي والفانجاي والميوكارديا والنيموسيس الجيرفيزي نيمونيا. الانيروبس مش بتتغطى الا اذا كان في عندك شور ايفيدنس بالمترونيدازول او الكليندامايسين. الاسترويدز ما تتاخدش الا اذا كان العيان عنده الاس اس سيرتك شوك، والفولو اب هيبقى بالاكس راي وبالكلينيكال، والكلينيكال هتكون اهم. اخر حاجه ما تنساش ان العيان ده بعد ما يخف تقول له خد النيموكوكال فاكسين، خد الانفلونزا فاكسين. النيموكوكال بيتاخد وانس بير لايف، والانفلونزا فاكسين يتاخد انيوالي كل سنه. وشكرا جزيلا لحضرتك.